بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الانقلاب في مصر هيأ الأجواء لكي يصدق الناس، كل الناس، أن الانقلاب قد حقق أهدافه كلها، وأن الشعب المصري خرج في 30 يونيو ليعطي للفريق السيسي، يعطيه التفويض الكامل ليقوم بمحاربة الإرهاب. فقام السيسي، والدولة العميقة المتمثلة في الأمن والمخابرات والعسكر والقضاء والإعلام، كل يقوم بدوره في هذه المعركة المستعرة ضد الإسلام، وليس ضد الإخوان، وضد من يطالب بالشرعية والشريعة، حتى تظل مصر عياذا بالله في خانة دول الاعتدال التي تقوم بدور الشرطي في الشرق الأوسط خدمة لأجندات بني صهيون وأمريكا. قاموا بكل شيء، قاموا بالحرق والقتل والتدمير ومهاجمة الآمنين في بيوتهم، وقاموا بعزل الأئمة، كل إمام يتحدث صادقا يعزل ويؤخذ إلى السجن. قاموا بتكميم أفواه الصحفيين الأحرار، قاموا بكل ما يلزم من أجل أن يقنعوا الناس بأن الانقلاب قد نجح. ومن هذه الإجراءات هو قيامهم بملاحقة أزيد من 600 من قادات حركة الإخوان المسلمين. 600 واحد، الصف الأول والقيادة نتاع الصف الثاني والقيادة نتاع الصف الثالث، في رام دايرينهم في زنازي. شتو الزنازي اللي دايرين فيهم؟ يعني يوقفوا، ما يقدرش يجلس. يعني الآن البلتاجي موجود في زنزانة، يوقف ما يقدرش يجلس. البلتاجي الذي قدم ابنته عروسا وفداء لمصر، الآن يظنون أنهم بذلك سيقضون تماما على أي حركة في الشارع. لكن يأبى الشعب المصري رغم كل الضربات التي نزلت بقواه الحية وبقادة ائتلاف دعم الشرعية، يصر الشعب المصري على أن يخرج سلميا في كل المدن. فخرج الجمعة الماضية تحت عنوان الانقلاب هو الإرهاب، لأنه يريد أن يقنع العالم بأن هؤلاء الذين خرجوا سلميا يعترضون على الانقلاب هم إرهابيون. فردوا عليهم في جمعة، خرجوا بالملايين ينادون بحناجر إلى الله تجأر، تقول إن الانقلاب هو عين الإرهاب. وليس هنالك فقط الإخوان، إنما هنالك جميع شرائح الشعب المصري خرجت لكي تدلل على أنها استغفلت في وقت، وإن استغفال الأمة ردحا طويلا لا يدوم. قد تستطيع أن تستغفل إنسانا أو مجموعة من الناس في وقت معين، لكن لا تستطيع أن تستغفل جميع الشعب وفي كل وقت. حتى من استغفل في 30 جوان تبينت له الحقائق الناصعة كالشمس في رابعة النهار، وأصبحوا يخرجون ويقولون إن الحرب ليست على الإخوان، الحرب هي ضد الإسلام. وإذا كنتم تريدون الدليل فانظروا إلى العسكر المصري ماذا يفعل هنالك في رفح وفي غزة، والمخطط الذي يدار الآن من أجل القضاء على الحركة الإسلامية في غزة بتآمر مع فتح وعباس. وأخرجت الوثائق الكثيرة التي تدلل على أن فتح إنما تهيئ سيناريوهات
لإحداث البلبلة في غزة من أجل الإطاحة بحكم حماس هناك. هذه معروفة، هذه المسألة معروفة، الشراء معروف. ثم جاءت الجمعة أنت البارح فخرجت تحت عنوان واسمه إياه الشعب يحمي ثورته، وهذا أفضل رد. الشعب يحمي ثورته، القضية ليست قضية إخوان، قبضوا الإخوان، قبضوا القادة على الائتلاف. إنكم حينما تقبضون على قادة الائتلاف فإن من إيجابيات هذا التصرف العرعن للجيش واسمه هو الحاجة المسيلة أن الشعب يختار قيادات شابة جديدة، كما فعلوا مع غزة حينما قتلوا القادة من الصف الأول في غزة، أحمد، ياسين، الرنتيسي، المقدمة، إذا بالمولى يخرج طاقات قيادية شابة بحال المشير المصري، بحال زهري، بحال مجموعة من القادة الشباب، فالأمة ولادة، والله تعالى يخرج في كل زمان رجال، وما تعقم أرحام الأمهات من أن تخرج قادة في قامة بديع، محمد بديع، في قامة مرسي، في قامة البلتاجي، في قامة رجال. إذا فالله تبارك وتعالى جعل هذا التصرف الأرعن للجيش دافعا يدفع الشعب ليقوم بالملايين ليحمي ثورته، ثم يفرز قيادة جديدة لا يعرف أسماؤها هؤلاء، لكي يستمر إن شاء الله تعالى هذا الزخم الثوري السلمي حتى يفشل مخططات الانقلابيين المدعومين من دول الخليج والمدعومين من أوروبا ومن الغرب ومن أمريكا، من كل أعداء الأمة ومن الصهاينة. إذن فنقول لهم إن للباطل جولة ولكن للحق جولات، والباطل يجول ساعة والحق إلى قيام الساعة. نعم، سيحتاج الشعب المصري إلى تضحيات جديدة، إلى آلام، إلى دماء، إلى أشلاء، ولكن الله تعالى قيض هذا الشعب لكي يكون رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي، فلا بد إذن أن يقدم التضحيات. وإن الله تعالى ينصر من ينصر دينه، وإن الله تعالى يستدرج الظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيحسب هؤلاء أنهم تمكنوا؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونحن بدورنا كمسلمين نستشعر آلام إخواننا، نسأل الله لهم النصر وأن يعجل بالنصر يا رب لإخواننا في مصر، وصلى الله على حبيبنا.